سيادة الرئيس بأنني التمست منه منذ انقضى بحملتي الانتخابية حتى اليوم الإرادة القوية والإرادة الصلبة لبناء الدولة الجزائرية الجديدة. هذه الدولة اللي كانت حلم شهدائنا الأبرار واللي نادى بها الملايين من الجزائريين والجزائريات أثناء قيامهم بثورتهم السلمية والفريدة من نوعها. وأنا اليوم كمواطن أعتز كل يوم أكثر فأكثر بانتمائي لهذا الشعب العظيم. أشكركم.